لكن كنتقن بانه ما قامت بإدارة اداره السجون هي ثلاثه ديال الجرائم ضد الانسانيه يمكن لا توصل الى ثمانيه عشرين سنه ديال السجن اللي غادي يمشي فيها اولا مدير السجن ثانيا هذا المندوب السامي ديال ديال السجون ثالثا وزير العدل لان باقي من نقلنا السلطه الوكيل العام رابعا وزير حقوق الانسان في الهضره ولا كلام هذاك الوكيل العام ديال المحكمه الدوليه الجنائيه الدوليه يمكن لي امر باعتقالهم يامر الحكومه تركب لهم في الطياره وتجيبهم لهم العاي باش يحطهم في الزنزانه ويحاكمهم لان يعني هذه هذيك جنايه ضد الانسانيه ما بقاوش يتمسحوا بزاف تمنع محامي من الدخول وهو يحمل امر من قاضي التحقيق دي ان يدافع عن, عن 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 زبونه وعن وعن, وعن, وعن موكله هذه كارثه تقول بان انت واحد الراجل عندك معتقل قمت بالزامه بتحرير كتاب ينفي او يعترف هذه جنايه ضد الانسانيه انك تقول بانه ما قام به المحامي زيان دفاعا عن موكله هو خلق الفتنه واشعال النار هذا تهديد للمحامي هذا باش تمنع المحامي قم بالواجب ديالو هذه خطيره هذه يمكن توصل ماشي انت من سن الحبس هذه ما بين 10 حتى 20 سنه ديال السجل ما بقاش نخرفو ان كان شي واحد بليد طلع رجع مدير من دبعان وزير ولكن من الامور تأخذ هذا هاد هاد المستوى وهاد العلنيه وهاد الصداع وهاد التعبئه الوطنيه انا كترجع الجنايه ماشي خرق لحقوق الانسان خلينا نخرق حقوق الانسان مبادئ المحاكمه العادله هذه جرائم ضد الانسانيه ولا سيما ان في نفس الوقت كاين القوات المساعده كتعتقل في عباد الله كتقمع عباد الله وكاين مظاهرات كاين مظاهرات فيها عشرات الالاف ديال المواطنين نتفاهموا مزيان أعرف راسنا فين فين حنايا حنا ماشي فواحد الوضعيه سليمه واحد الموظف واحد القاضي واحد البوليسي تجاوز هو والرئيس ديالو هذيك خروقات حقوق الانسان وهذاك الفرد يتابع هذه سياسه ممنهجه ومن الدوله كتقوم بمن بمنهجة سياسه تمس بحقوق المواطنين وفي نفس الوقت كتكون القوه ديال العامه كتعتقل عباد الله والقضاء كيحكم على عباد الله كدوز لواحد المستوى اخر سميتو الجرائم ضد الانسانية